ديما لا ترى 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 بلد عيدي تقطر بيض. الحين شوف فن ريما. ايوه طماطم توميرو يا سلام وتركي. تركي ولا خالد؟ اضحك انت وياي. المهم لا خلاص انا اسف ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير رشاقة يا جماعة. بكل هل هل ولا قهوة أهلا معلش أنا لحد يحدث يا جماعة. إيش سلامات إيش في مقدمين ما في هدايا ما في. بكرة يا جماعة احتمال يمكن نكون بدون كهرباء ممنوعين من طلوع البيت. بكرة أقوى عاصفة يمكن الثلج يوصل الى 30 سنتي ما ادري كيف عاد جيب المسطره يعني كذا يعني بنغرز لكن بنشوف حل. الحمد لله في مؤونه موجوده اي اندومي ما في شيء اندومي. المشكله ان الفرن بالكهرباء. انا المفروض اني اقول الكهرباء ايش اسوي بس انا صراحه متحمسه عشان لحظه اقول لكم ليش. طب خليني اقول لك ايوه بنسوي سنومات بنسوي اشياء في تجارب كذا. لا احنا بنسوي حاجه كذا نبغى نسويه من زمان وهو يس. اول مره نسويها ما لا تقولون لا تقولون ولا شيء لا وش ولا شيء. انت معنا ولا معهم؟ I really don't know. حتى انا والله حتى ما اليوم البيت فاهي. لحظه يا جماعه شوف المويه كيف صارت. واو يا رب دخيلك يا رب سترك. والله شوف تجي من هنا لسه باقي. ايوه لا لا يمكن لو اضربها بعد هذا مسوي لنا عصير حطي ثلج فيه. اما بدل ما يصلح اوكي لا هذا خلي السنجاب يسوي فيه عصير. انا ماني عارف ايش فيه يا بابا ايش فيه يا بابا. خلينا انا كنت بقول معلومه خربت المعلومه. بابا يعني انت تمثلين انك سنجاب صراحه من يوم اشترت طاقيتها والامور عندها متلخبطه. والله ماشي. تدرون يا جماعه ما عاد خلاص ناكل هنا أبدا. ليش يا خوخه؟ هذا انقلب فصل دراسي. فصل دراسي ترى من جد لمجودي بس مجودي. المشكله كل يوم يغيب الحصه وكل يوم يرسلوا لي ايميلات مجودي تاخر مجودي غايب. في الراضه يا جماعه يخلونا غصبا عنا والله يدخل اونلاين. لازم يكون عنده مكعبات. لازم اول شيء لازم يكون عنده مكعبات ويكون معاه صديق معاه عشان ما يطفش. في اذا في وقت الحصه اصلا يعني كولج وشو 5 ساعات. والله مجودي يو لايك ات يو لايك ذا اونلاين سكول نو اكيد نو هذا ميتينج يقول هذا اجتماع. شوفوا يا جماعه زارنا بالامس ضيف انا اقول انه غزال. شوفوا زين وخوله تقول انه ارنب. اي لان في اربعة وش يا بابا؟ اربع رجول صغيره أرنب. اللي يفهم بالحوافر شوفوا ها هذا غزال يا جماعه ولا ارنب ها ما ادري وش قاعد يزار هنا و تدري انه دخل البيت هذا هي خرب علينا وراح دخل هنا وراح. المهم يا جماعه تذكروا هذا المنظر بكره احنا بنخلي شو اسمه الملاهي الهوائيه وبيت الثلج اكيد بناخذ بيت الثلج فوق فان شاء الله يغطيه الثلج وبعدين ننفخه بالهواء. بس ينزل الثلج باخذ جوانا وارميه في الثلج. جوانا امس لعبت بالثلج. شوفوا قناه اليوميات يا جماعه الرابط في صندوق الوصف. وين راحت الصوره؟ يلا يا بابا مجودي نو. بابا انت بالبيجامه يو رب دخيلك من جاكيتك. خلاص نخليه مع السلامه باي. دور تعال. المهم يا جماعة طلبتوني نسوي جزء ثاني من فضايح ميمز. شوفوا الجزء الأول بعطيكم الرابط في صندوق الوصف. الفكرة إن إحنا نعطيهم صورة يسمونها ميمز وهم يقولون بدون أي يعني ما يخبون شيء يعني فضايح يقولون هذا أنت وأنت كذا أنت وأنا كذا. اللي ما يفهم يشوف الجزء الأول. جاهزين؟ ما يتعاقبون. أوكي. أي ما يتعاقبون أوكي. هذا الشيء. الله يستر نتفت جبهتي ذاك اليوم جوانا قالت لي هذا شكلك لما تغني بالانجليزي. طيب
ناخذ الميمز الاول. اوكي هذا الميم الاول متى يكون شكله كذا؟ حتى انتم اكتبوا في التعليقات يا جماعه خلونا نضحك شوي. يلا متى يكون شكله كذا؟ يلا من نبدا. لا لا عندي واحده يلا اوكي. هذا شكلنا بعد بوابه صرخ علينا ليش ما حطينا السكارفز ملابس الشتاء. طيب عشان لابس ملابس الشتاء. طيب هذا انا when I'm trying to do sarcasm. يعني يا وا صح تجامل لما تصرفنا تجامل تجامل. مجد يا gets in trouble بدي اقول ان انا اللي سويته عشان ما يتعب. الله الله حلو حلو يا جماعه. لا تضحكين الحين بوريهم الصح. ايش الميم اللي بعده؟ هذه الميم اللي بعده هذه متى يكون شكلك كذا؟ يلا بتلاقي 25 سنت. الله ربع هذه انا طبعا بجدي حركة اللي اوه شوف انا معايا ريالين وانت معاك 10 واحدة تبادل. اه هذا شكلي انا ما تنصب على جودي. طيب they use it on me too. يلا جودي عندك شيء؟ ما عاد انا احس هذا شكلكم لما اعطيكم مصروف الشهر. خلاص مطفرين وما عندكم حيلة ولا في ريال واحد واعطيهم مصروف الشهر كذا. اوكي هذا شكل عيالك يوم العيد. اه ممكن. مين عندنا البابا اللي يعطينا هذا؟ انا بابا درايف. طيب شوفوا بدر اليوم طقم مع الوسايد مع الورد. ايش الابداع هذا؟ يلا خلينا نبدا الحين الميمز الثالث متى يكون شكله كذا؟ يلا يلا وروني ابداعاتكم. ها طبعا اول كنا نلعب زمان لعبه مثلا ما تقول لي اوكي عيال نظفوا غرفه انا اقول لهم اوكي تعيان يلا بنصيب مسابقه مين نظف احسن وانا اقعد جالسه هم بس هذولي اول حتى حركه الصف ما لا that's when me and my friends are at a birthday party. ليش ما تلبسون يعني؟ طيب احس ان هذا شكلكم لما كل صباح اقول لكم يلا نسوي تمارين رياضيه تحت مكسرين وتو وجيههم مفقعه بالبجايه. ممكن ممكن صح. طيب اللي بعده يلا عندنا الميم هذا متى يكون شكله كذا؟ يلا اوه ماي جاد. ها ها يلا مين عندك يا ميمة؟ احس كذا لما ماما تجيب لي اشياء كثيره مره واحده سوي سحور روحي كنس الثلج كنس الثلج وحطي اخوك في السرير اقوم اخذ مجهودي احطه في الغساله في البب في السرير لا. جوانا متى يكون شكلك كذا؟ That's لما أروح بغرفتي and I forget what I wanted. لما تروح غرفة ما تعرف مكان وما تدري وش ليش دخلت. نسيت. طيب. عزوز. لما تسأل بابا حاجة تقول اسأل ماما بس ما بعدها ماما تقول. ليش هالدرجة يا أخي؟ كذي تسووها. طيب. اللي بعده. يلا اللي بعده. عندنا هذا الميم. متى يكون شكلك كذا؟ اوكي على كثر الاوقات اللي ماما خلتني ايش اسمه لما اخذ صور تقولي حط طاقيتي حط شعرك كذا حط كذا والله كثر الصور عندي كل شيء. This is when I'm trying to relax in the beach and Majudi screaming in the background. تقول هذه لما اكون في الشاطئ كذا مرتاحه ويجي مجدي يصارخ علي. يوم تلاقي مكان حلو بس بابا يقول خليني اقعد اصور لك. فجأة يعني فاجئك. يا الله. لا والله مو صور. طيب اوه جاء هذا اوه. ناخذ الميمز هذا متى يكون شكله كذا؟ اغلبكم كذا. ها؟ هذا انا امس. اختبار الرياضيات. جوجي اليوم دخلت غرفتها هيك في الفصل الاقيها والله العظيم مين صوت شخير نايمه افا او ماي جاد بننزلك بكره هنا مع مجودي. هذا بس امس انجلش كلاس ايوه توني قمت وقاعد اشوفه كذا الكاميرا مفتوحه او ماي جاد قلت ريما بوم
على هذا على الكيبورد على الكاميرا. ايوه بعدين والكاميرا مفتوحه. اوكي بعد 10 دقائق حاجه زي كذا. ايوه اسمعهم حاولوا يقوموني. اوه ماي جاد. انا كنت اخر واحده في الفصل لان كنت خاصه يعني مره بس نوم الفصل كنت ميوزك ايه من فجاه اركز المكتب الكاميرا مفتوحه قلت يو قاعد الله قاعد تدندني معاهم ها غنت في الفصل بكره جيبيهم هنا والله شغلتكم شغله لازم نوم الساعه 5. طيب اوكي ناخذ الميمز قبل الاخير متى يكون شكلك كذا اي انا اقول لك هذه لما ريما تاخذ ملابسي اه صح صح والله يا جماعه الشله انا ما اخذ ولا شيء صح والله حتى انت جوانا متى يكون شكلك كذا نطط نامت بابا قوم لا يما تقول لي بابا ابغى ايس كريم يقول اوكي اوه جود مناسه يعني ها في شيء عندك I'm trying to go through my memory nothing انا اشوف هذه لما جوانا المدرسه تمدحها وهي في الفصل الكل يسمع ما دخل طيب طيب ناخذ الميمز هذا متى يكون شكلك كذا ايوه وشو يا ماما تقفل الانترنت ايش الرير اي والله بس الحاجه ماما يعني عند الجوال اقول لها اه سوي كذا 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 في يمين صار بدات تقول لي ها تعالي انزلي تحت اشرحي والله when I'm texting my friend and I accidentally wrote something wrong اوكي لما ترسل شيء لاصحابها ويطلع شيء غلط ولا لما يخلص وقتك من الايباد اي والله سيم يا ايش رايكم بالميمز اوكي مره حلو اعطونا رايكم بالميمز والله ترى تباع في الاسواق ترى اللي هو ودي يومين حلوه احنا ودي يومين ولا هي ودي يومين ممكن بعد يجمعوا قلناها في الجزء الاول ممكن تجمعوا الصور من الانترنت صح وتطبعونها ولا عن طريق الجوال ولا اي حاجه تكون كبيره وكذا جلسه حلوه عائليه ويكند صح حلو اتمنى يعجبكم هذا الفيديو وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب اهم شيء السبسكرايب باي طيرين علينا